فانتوا عايزين تعرفوا اكتر عن مدينة قرطبة، المدينة الاندلسية العريقة. احنا بقى هناخد جولة داخل المدينة العريقة، مدينة قرطبة، عشان نتعرف اكتر عن المدينة العربية، المدينة الاسلامية، مدينة قرطبة. احنا دلوقتي بقى في جولة في شوارع المدينة، في شوارع مدينة قرطبة. هنحاول نركز على اهم الملامح العربية والاسلامية في المدينة. هنشوف الشوارع المدينة الضيقة، هنشوف شكل البيوت، تصميمها اللي هيحسسك فعلا ان انت داخل دولة عربية. دلوقتي بقى تعالوا ندخل من بوابة المدور. شايفين شكلها عامل ازاي؟ يعني تحس انت داخل من بوابة التاريخ، يعني او داخل مسلسل او اسطورة او فيلم بيحكي عن قصص التاريخ. اول ما تدخل كده المدينة هتلاقي دي طبعا المدينة القديمة، هتلاقي مجمع من المقاهي والمطاعم في بداية اول ما تدخل كده. بعدين بقى الشوارع دي، كل شارع من دول ليه حكايه وليه قصه هنا في قرطبه، هنحكيهم بقى مع بعض الايام اللي جايه. ده يا جماعه من الشوارع المهمه جدا هنا في المدينه، اسمه شارع الزهور، زي ما مكتوب كده اسم الشارع، شارع الزهور. وده من اضيق الشوارع الموجوده هنا في قرطبه، دايما هتلاقيه زحمه كده، لان مدينه قرطبه طبعا مدينه سياحيه وبيزورها سياح كتير. علشان كده هتلاقي ان كل السياح اللي بيجوا هنا دايما بيجوا علشان ياخدوا صوره تذكاريه مهمة جدا. بيكون المسجد في الخلف، مأذنة مسجد قرطبة، والشارع فيه محلات من الجانبين، والتفاصيل العربية موجودة، لأن في محل في الشارع بيبيع مصنوعات جلدية عربية زي ما انتوا شايفين كده. المصنوعات الجلدية قرطبة. ده يا جماعة البيت العربي، المفروض منظم الإفطار النهاردة في الشارع ده، هتلاقي المنظمة عندهم. يعني شايفين شكل الشوارع، الزهور في البلكونات، شكل الشبابيك، كلها تفاصيل عربية. شكل البيت، البيبان، يعني زمان أكيد ما كانش فيه جرس، كانوا بيخبطوا على الناس كده يعني. شكل المطاعم حاجة جميلة جدا يعني. شايفين الشوارع يعني ضيقة، تحس ان انت ماشي في المغرب. شايفين علم فلسطين في كل مكان. وانت ماشي في المدينة القديمة هتكتشف مسجد اسمه مسجد الاندلسيين ابن رشد. المسجد ده يا جماعة صغير جدا وعنده تصميم فريد. الوقت بقى نقدر نسمع الأذان، وده يعتبر المسجد الوحيد في قرطبة اللي بيرفع أذان في سماعة خارجية. طبعا سماعة خارجية صغيرة، لكن بتكون بيرفع أذان في الخارج يعني. ده شكل المسجد من الداخل، تفاصيل المسجد وتصميمه جميل جدا زي ما انتوا شايفين كده. برضو ما تستغربش لو انت شفت حاجة تانية عربية هنا، ده يعني نصب تذكاري ما بين احياء ذكرى التوأمة بين مدينة القيروان في تونس ومدينة قرطبة. وهنا شعار مدينة القيروان، وهنا شعار مدينة قرطبة. يعني برضو على فكرة الشارع ده اسمه شارع القيروان للناس اللي تيجي قرطبة هنا. يعني هنا في بداية الشارع هتلاقي مكتوب شارع القيروان، كاجا دي قيروان، يعني شارع القيروان. اللي في الأسبان بتنطق زي حاجة، يعني مش جي جي بس خفيفة شوية.
وانت بتتمشى في قرطبه عادي تشوف نصب تذكره او تمثال او تماثيل يعني للعلماء المسلمين هنا. ده ابن رشد يا جماعه، طبعا زي ما انتم عارفين ابن رشد كان طبيب وكان فيلسوف وكان قاضي وكان عالم فلك وكان مؤلف كتب في القانون وكان وزير، يعني كان عده حاجات يعني. شايفين الكافيه الفلسطيني دلوقتي بقى يا جماعه، احنا من داخل محلات هنا اللي هي بتبيع الاكسسوارات والاشياء زي كده للسياح، هتلاقي هنا برضو في حاجات عربيه وحاجات اسلاميه بتتباع عادي في المحلات دي، وكمان في زي عربي وزي اسلامي، والكوفيه الفلسطينيه ممكن تلاقيهم في بيتباعوا في المحلات دي. دلوقتي يا جماعة احنا في مسجد قرطبة الكبير، زي ما انتم شايفين كده ساحة المسجد مأذنة. للأسف المسجد دلوقتي تحول الى كاتدرائية وبقى مكان يعني زي مزار سياحي مهم الناس كلها بتزوره. هنا كان بيتوضى الخليفة خليفة قرطبة والعرب المسلمين من 1000 سنة ولمدة 5 قرون متواصلة. المكان ده بقى يا جماعة اسمه باب القمر، باب الأسباني يعني بويرتا، والقمر يعني لونا، يعني بويرتا دي لونا بالأسباني، باب القمر هنا في قرطبة. زي ما انتم شايفين كده ده من أهم 3 أبواب هنا في المدينة. مدينة قرطبة كانت طبعا بتحاط بالأسوار زي ما انتم شايفين كده، وكان فيها لها أكتر من باب، وممكن يعني تاخد قهوتك او تاكل قدام ابن رشد مباشرة يعني عند باب القمر في مدينة قرطبة. تخيل انت قاعد هنا في القعدة دي وجنبك تمثال ابو الوليد دايما. عادي جدا وانت ماشي تشوف نصب تذكاري لولادة وابن زيدون هنا، بيقولوا ده كانت قصة حب يعني في الأندلس. شوف هنا أبيات باللغة العربية مكتوبة، ولادة كانت بتقول له غرو عليك من نفسي ومني ومنك ومن زمانك والمكان. طبعا في ناس بتقول إن القصة دي غير حقيقية ودي يعني حاجة تأليف، فمش عارفين بصراحة الحقيقة فين. من الحاجات اللي تلفت انتباهك هنا وانت يعني بتلف في المدينة، حاجة مهمة جدا وبتعمل روح للمدينة يا جماعة، العربيات الكارو دي او العربة التي تجرها الخيول يعني، او زي ما تسموها انتو دي، بتحسسك بقى ان انت في فيلم انجليزي قديم يعني، بتشوف كده في الافلام العربات اللي بتجرها الخيل. تقدر تاخد لفة في المدينة بالعربية دي في مدينة قرطبة وتستمتع بجولة في الشوارع والأزقة في مدينة الساحل. مدينة قرطبة يا جماعة من أجمل وأهدى الأماكن والمدن في أوروبا يعني، وبنصح الناس إن هم يزوروها في المستقبل يعني، هتحس بروح حاجة جميلة جدا لما تزور المدينة. أنا عارف إن طولت عليكم، لكن لو أنت لسه هنا موجود في الفيديو أتمنى إن أنت تعمل متابعة ليا على اليوتيوب أو على أي وسيلة تواصل أنت بتشوفني خلالها.